أنا الآن متواجدة في جامع أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ميقات أهل مكة والمقيمين فيها. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة عن وداد صيداوي عرعر المثلث من فلسطين، شافاها الله وعافاها. أنا الآن في الطواف لاستكمال مناسك العمرة عن وداد صيداوي عرعر المثلث من فلسطين، شافاها الله وعافاها. اللهم رب الناس أبي بالناس اشفيها وانت الشافي، لا شفاء الا شفاء، شفاء لا تبادل بستين ابدا. اللهم اشفيها، اللهم اشفيها شفاء لا تبادل بستين. اسال الله العظيم رب العرش العظيم، ما النبي نبي جونك، اللهم البسها ثوب الصحه والعافيه، عاجلا غير عاجلا يا ارحم الراحمين. اللهم اني اسالك من عظيم لطفك كرمك وسترك الجميل أن تشفيها وتمدها بالصحة والعافية، إنك على كل شيء قدير. اللهم اشفيها وشفاء لا سباد ومسقما أبدا. اللهم خذ بيدها، اللهم احرسها بعينك التي لا تنام، واكفها بركنك الذي لا يضام، واحفظها بعهدك الذي لا يضام، واكرها في الليل وفي النهار، وارحمها بقدرتك عليها، أنت ثقتها ورجاؤها. يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم اني اسالك باسمائك الحسنى بصفاتك العليا وبرحمتك التي تسع كل شيء، نتمنى عليها بالشفاء العاجل، صلى الله عليه وسلم.